ميرنا، ميرنا، الأخبار. ماني فاضي لك. شو بدك قلي؟ صرفت الشي؟ شو دخلك؟ شو تغيرت لما وصولك المصاري؟ بالله شو صار بالتوقيع؟ اي توقيع؟ المصاري اخذتهم، بدنا نروح على المحامي. مشان شو المحامي؟ مشان اتطلق على ميرنا يا بك. يلعنك ويلعن المحامي ويلعن الطلاق كله، مالي شغل غيركم انا ولا لكن شو شغلتك؟ لك فرقني ولك زاهر. مصطفى اعطيناك المصاري، وعدنا وعد رجال، ولا امنت على الشيك؟ لك ايه حاج تقلي شيك وشيك؟ انا شقيته فهمان، ما اخذت منكم شي. مصطفى عيب تحكي هذا الحكي. واللي عملتوه انتو مو عيب، واللي عملته ميرنا فيني شو؟ هذا بينعمل فيي انا؟ اه؟ ما عاد لسيع بحدا بالعالم. الله يلعنكم. مصطفى، مصطفى ليش عم تطلعوا لك؟ العمى نكر المصاري، شو بدي اعمل هلا؟ اهلين معلم. شو يا؟ لا تكون لقيت حبابك ونسيت اصحابك، وينك لهلا؟ لا يا معلم، قضيت شغله صغيره وجايك فورا، ليكني على الطريق. لا تتاخر. معلم سميح عندي وناطره بأمرك. انا حصرت عندك. معلم شو اسمه المحقق؟ عمر جيلان. كل قفل وله مفتاحه ومنلاقي له تدبيره. السلام عليكم. اهلين وسهلين بالمعلم مصطفى. والله كيفك معلم؟ شو صار معك؟ خلصت شغلك؟ خلصته. لا تواخذني قطعت لكم حديثكم. لا ولا يهمك. المهم عندي خطه رح تعجبك. رح نبعث له الصبايا يخلوه يوقع ونمسكه عليه، ووقتها بصير مثل الخاتم باصبعتنا. عن مين عم تحكوا؟ ما بتعرفوا. ومين رح تبعت له؟ مالنا غير اسيل وليلى، ما بياخذ بايدهم غلوه. منكون مجهزين كاميرا بالأوتيل ومنعمل له فيلم على كيفك. عفوا معلم، عم تقول أسيل يعني أسيل ما غيرها تبع زاهر؟ زاهر؟ ليش شو في بيناتهم؟ معلق فيها. سمعت انكم عاملين مشكلة بسيارتها. يا أخوان لا تفكروني عم بتدخل بشغلكم، يعني إذا زاهر بهمكن أمره ما بتكون تخسروه. أسيل بلاها. نبعت ليلى لوحدها؟ ليلى قدها والله. شو قلت معلم؟ عجبك الحكي؟ بلش لشوف. وين قاعدين؟ المعلم ناطرني. بالله هالمعلم تبعكم امتى بدنا نتعرف عليه بقى؟
بس تكبر شوي. ايوه